احنا زملائنا حسين بن مسعد وراشد ابراهيم ومطلق السبيعي ومحمد التركي اعدوا هذا التقرير. خلونا نشوف التقرير بالله يا شباب. مساكم الله بالخير، اليوم سنتحدث عن فيروس كورونا. كشف الثامنة في حلقة الأسبوع الماضي عن تقصير إدارة صحة جدة في مكافحة العدوى مما تسببت في وفاة الممرض بندر كثيري. يعني أنتم قل قروش ما تجيبون مطهرات تجيبون كلوريكس في مستشفى الملك عبد العزيز؟ ما في اصبر بس، يعني هذا وضع لا يجوز لا طبيا ولا بالأنظمة الدولية، ولا هم معقول الكلوريكس؟ عندكم قروش تجيبون مطهرات اللي يعرفونها الدكاتره يا عبد الله؟ اسال الدكتور عبد الله الحقير، قل له ايش افضل مطهر من ناحيه الفعاليه، اليس الكلور؟ كلوريكس ما يجوز استخدامه في الحمامات العامه، مو بس في مستشفيات. أنا أتكلم عن الكلور الطبي. نحن ما نتكلم على الكلور الطبي، لا توهني، انا ما انا طبيب. واغلق بذلك مستشفى الملك فهد بجده. مستشفى يعني ما مسكر دكتور، يعني مفتوح؟ بتكلمني عربي يا دكتور بس. هو مدفن دكتور، يعني يقصد انه عشان موضوع العدوى انه منتشر، يعني وفي وباء منتشر. يعني انا برجع واكرر لك بالمره العاشره، المستشفى شغاله، العيادات شغاله، العمليات شغاله. ما اقدر ادخل يعني جوا، ما اقدر، ما يستقبلون؟ ما يستقبلون. ليه؟ يروح المستشفيات الثانيه لان هنا عندهم شغل. يعني يعني دحين والناس هذول طيب اللي بيدخلوا يشوفوا كيف اللي يشوفوا؟ في ناس شايفين؟ لا زيارات زيارات ايوه في باب الانسان. لكن ادخل انا كمريض ما اقدر؟ ما في ما تقدر كمريض. لا اخترقنا أروقة مستشفى الملك خالد المركزي للتأكد من الحقيقة، وبينما كنا كذلك اعترضوا إداري المستشفى فريق التصوير خارج المبنى. كنا على حق في نهاية الجولة، حيث تأكدنا من أرض الواقع عن وجود 5 حالات، عامل نظافة وعامل مطعم من الجنسية البنغلاديشية ومواطن وحالتهم مبكرة، وطبيبان في العناية المركزة إحداهما باكستاني الجنسية والآخر تونسي. تضارب الأرقام حول العدد الصحيح للمصابين بفيروس كورونا بسبب عدم شفافية وزارة الصحة دفعنا للبحث عن الحقيقة مهما كلف الأمر. وبالرغم من تواتر الأخبار العالمية والدراسات والبحوث، وزارة الصحة غابت عن المشهد وتركت المواطن يعيش في بحر الشائعات. فهل ستكون هناك أزمة بين وزارة الصحة والمواطن؟